أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مثير للجدل. عوالم كثيرة في عالمنا، أشباح، أموات لكنهم أحياء، أرواح ومناجات أرواح، حاسة سادسة، تخاطر وكشف مستقبل. تجد من يفسرها بغير دليل وبرهان، ومن يرفضها ويراها بدعاً وخرافات بحجة أن لا رصيد علمياً لها. فما رأي العلم والطب والدين في ذلك؟ أي دور يلعبه الموروث الثقافي في تفسير هذه الظواهر أو رفضها؟ الماورائيات وما تثيره من جدل نتناولها الليلة بالشرح والتحليل والمناقشة، وخلال الحلقة سنتوقف مع شهادة عائد من الموت وحكاية بيت مسكون بالأشباح. أرحب أولاً بضيوف في الأستوديو كالعادة، الدكتور مؤمن الحديدي مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن، أهلاً بك. أهلاً ونائب نقيب الأطباء. أيضاً أرحب بالشيخ أمير خضر الداعية الإسلامي، أهلاً بك. أهلاً وسهلاً. وأيضاً بموسى الخوري نائب رئيس الجمعية الكونية السورية، أهلاً بك. أهلاً وسهلاً. أيضاً من القاهرة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية عبد الفتاح عساكر المفكر الإسلامي، أهلا بكم جميعا ضيوف حلقة الليلة من برنامج مثير للجدل. قبل البدء في النقاش في هذه الحلقة نود أن نلقي الضوء على مفهوم الماورائيات في الطب وأيضا في الدين وفي العلم. أبدأ معك أولا سيد موسى الخوري. أولا أريد أن أشكركم على هذه الحلقة المهمة جدا. في العلم لا يوجد شيء اسمه ماورائيات، هذا باختصار شديد، ولكن العلم لا ينفي أو لا يقول نعم لشيء دون أن يبدأ بمعالجته وفهمه وتناوله. هناك ظاهرات نعم يعترف العلم أنها غير مفسرة، لهذا نستطيع القول إن علماً ضمن قوسين علماً بدأ يتطور لمناقشة وفهم هذه الظاهرات. هذا العلم بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، وفيما بعد سمي بالبارابسيكولوجي، وفي بعض الأشخاص أيضاً سموه الباراساينس أو إلى آخره. ولكن هذا العلم بدأ في الحقيقة من بيت صغير، من زاوية صغيرة، هي زاوية الاهتمام بالأرواح التي يمكن استحضارها أو إلى آخره. كانت هذه نوع من الموضة إن صح التعبير في ذلك الوقت، وكان يجتمع كثير من الأشخاص في أوروبا تحديدا وأيضا في أمريكا في محاولة لفهم هذه الظاهرة. طيب. نعم. يعني هذا من منظورك، ولكن من منظور علمي وطبي دكتور مؤمن الحديدي، ما حجم تواجدها في مجالكم؟ يعني احنا اذا تحدثنا عن الموت فهو الموت. انا عندي تاريخ وخبرة اني شرحت ما يزيد على 20,000 حالة، فلا يمكن اكون شرحت حالة ويرجع واحد يعيش او اتحدث عن، لكن نحن ايضا نؤمن كاشخاص نعيش في هذا المجتمع و نؤمن بالأديان، نؤمن بالرسل، نؤمن أنه في حياة ثانية، لكن موضوع الموت والحياة لابد أنه المصطلحات تكون واضحة. يعني احنا في عنا الموت السريري، في عنا الموت الخلوي، في عنا الموت الظاهري، في عنا زراعة أعضاء الآن، كل هذه القضايا نتحدث عنها بكل سهولة. وحتى الآن صار في شيء يتحدث عنه حتى الغرب وفي أمريكا في بداية السبعينات، في منتصف السبعينات وفي 85 تقريبا صار أنشئت جمعيات اللي بيسموها near death experiences، يعني اللي هي الاقتراب من الموت، من الموت. وليس نفس الموت أنه يرجع يعيش. وبالتالي إحنا الحياة الأخرى نؤمن فيها، ولكن نؤمن بأنه في عنا شيء اسمه الروح وفي شيء اسمه الجسد، واثنين مع بعض لما يجتمعوا بصير اسمه النفس. وبالتالي في القرآن وردت كلمة النفس، النفس هي اجتماع الروح والجسد. أما إذا تحدثنا عن الروح لوحدها فالروح من علم ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل هذا الجدل هو الذي خلق برأيك الشيخ أمير خضر هذا النوع من الخلط بين الماورائيات والمعتقدات الخرافية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الماورائيات لا ينكرها الإسلام كلية، ولكن ينكر المبالغة فيها والإتيان بأشياء خرافية فيها كثيرة، مثل لكن
مثل مثلا ان واحد يستيقظ او يحيى مره اخرى بعد موته وياتي للدنيا. ايضا اشياء اخرى يقولون اني انتقل من مكان الى مكان، او واحد دجال يقول انه المكان هذا فيه كنز من الذهب او فيه كذا ويبحثون عنه الى اخره، مما يثير يعني شهوات الناس في جمع المال الى غير ذلك. لكن الماورائيات منضبطه عندنا بضوابط شرعيه، اسلامنا وديننا يضبط هذه الماورائيات، بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث البراء بن عازب طريق الإنسان، طريق الروح من خروجها من الجسد إلى أن تصعد إلى السماء السابعة، ثم تعود مرة أخرى إلى جسد الإنسان ليسأله الملكان في القبر، ثم بعد ذلك تخرج الروح إلى حواصل طير خضر في الجنة تعيش منعمة إن كان صالحا أو غير ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الجسد كمادة يفنى، الجسد نفسه يبلى من التراب أو يكون ترابا بعد ذلك. عندنا أيضا في الضوابط الشرعية أن الإنسان في آخر سلسلة الظهر حبة صغيرة جدا اكتشفها العلم، هذه لا يأكلها الدود ولا تطحن ولا غير ذلك، هذه الحبة يوم القيامة يوم يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض والسماوات، وينزل مطر كمنير الرجال بعد أن ينهي ربنا عز وجل الحياة على الأرض، وينزل مطرا على تتحول الأرض إلى قرص شمعي، ثم ينزل المطر هكذا. عندما ينزل هذا المطر ينبت الإنسان كما قال الله في سورة نوح والذي أنبتكم من الأرض نباتا، ينبت مرة أخرى ولكن بكيفية أخرى تماما على خلقة آدم وخلقة حواء. طيب. سيدنا آدم كان طوله 60 ذراعا، إن شاء الله يوم القيامة كلنا سنبعث ذلك، ولكن حواء أقل بقليل، 60 ذراعا يعني برج 30 دور. هذا ليتنعم أهل النعيم بالنعيم وليذوق أهل العذاب العذاب. طيب. نعم. سنأتي بالتفاصيل إلى بعض الحالات التي ربما أنت ستنكر وجودها، مع أن هناك أبحاث وكتب تم نشرها بشأن يعني تجارب الاقتراب من الموت أو ما تسمى بالنير داث اكسبيرينسز.